المولد ده يا اخواننا جابوا فيه شبهات وكلها كلام باطل ساي، ما في شيء يثبت بدليل صحيح، بل هم ذاتهم مقرين الناس اللي بيحتفلوا ديل انه النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل، ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا الأئمة الأربعة، مع انهم نقلوا الدين كله. الطهارة دي من الموية اللي بتتوضى بها وتتطهر بها، من الإناء اللي بتشيل فوقه الموية، من المكان اللي بتصلي فوقه، البدن إلى آخر، كلها ذكرها لنا العلماء، الصلاة وتفاصيل الزكاة وتفاصيل الصوم وتفاصيله، المعاملات كلها، البيوع والشركات إلى آخر، كلها بيّنوها لنا وذكروها لنا. كيف ليه العلماء ديل ما ذكروا لنا المولد؟ يبقى هو ما من الدين يا أخوان، لأنه لو كان دين لسبقنا إليه الصحابة. يجي يقول لك يا أخ من الشبهات إنه بجوز المولد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم يوم الاثنين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصوم ولا يأكل حلاوة مولد؟ طيب فرق بين الصيام والأكل ولا ما فرق؟ ده صيام وده أكل، تقابل، عرفت؟ ما في أي علاقة بيناتهم، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم الاثنين اللي هو في من واحد إلى 12 ربيع الأول ولا كله اثنين في السنة؟ كله اثنين في السنة. نمرة ثلاثة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني في صيام يوم الاثنين يدل على أن هذا الاحتفال ليس عيدا، لأن أخواننا العلماء قالوا العيد لا يجوز شنو؟ صيامه، ما بيجوز لك تصوم يوم العيد. فما دام إنه الإنسان ما بيجوز له يصوم يوم العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العيد، وهو صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيد، هذا يدل على أن يوم الاثنين ليس شنو؟ ليس بعيد. فده دليل باطل. قاموا قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ربنا قال، وفهموا الآية فهم غلط، قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. أول حاجة ده خلاف تفسير العلماء، فليفرحوا مش معناته أو بفضل الله ورحمته، ما فسرها بأنه ده النبي صلى الله عليه وسلم، بل العلماء ذكروا أنه فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله، وهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة، زي ما ربنا قال وما أرسلناك إلا شنو؟ رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة. طيب الفرح بيكون كيف؟ هل هو يكون بإقامة الموالد والزفة والحلويات والنوبات والدراويش القاعدين إلى آخر، أم يكون الفرح هو أن يحمد الإنسان، هذا يحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل؟ عشان كده الإمام القرطبي قال والفرح هو لذة في القلب تحصل بحصول المطلوب، ولو لم يكن في المولد إلا نشر الشركيات والكفريات. يقول لك الشيخ جر الشمس مع الملائكة، زي ما قالوا الصوفية، قال جر الشمس مع الملائكة ما غلبوا، والتمساح حجر في شنجلوك قلبوا، عرفتها؟ قالوا أصل الشيخ كان عنده حوار وبعدين مشى البحر التمساح أكله، قام الشيخ لما الزمن بتاع الصلاة داري فوت قال لهم وين جلوك؟ جلوك ده الحوار، قام قال له مشى البحر والتمساح أكله، قام مشى البحر الشيخ ذاته وقف على البحر نادى التماسيح، وأنا ما بعرف ليه التماسيح فهمت الشيخ، هل هو تمساح ولا لا؟ التماسيح صوفية، الحاصل شنو؟ المهم قال التماسيح كلها مرقت، قال لهم التمساح الأكل جلوك وينه؟ قال له هذيل يا أبو الشيخ ديل التماسيح، تخيل. المهم فقام قال له أمرق جلوك، قال له ما بمرق، أمرق ما بمرق، في النهاية مرقوا، قام قال أبو شنو قال؟ حجر، دقاه بسبحة قال أبو حجر. قام لما لقى شال الموية، وأنا ما أعرف جلوك ده عنده مادة حافظة ولا شنو، التمساح ده ما أثر فيه ولا كسر فيه عظم، مرق برا اتوضأ دار يصلي، قال الشمس خلاص قربت تقع وخلاص العصر وقته قرب يفوت، الشيخ قام رجع الشمس صلى العصر، ثاني قام رجعها صلى المغرب، عرفتها؟ وطبعا للأسف الشديد انه الكتاب ده طابعينه لكم هنا في مطبعة جامعة الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، واظنوا بقروا هنا الكتاب ده بتاع طبقات الضيف الله، مش بقروا هنا هذا الكتاب بتاع هذه الترهات، بقروا هنا، عرفتها؟ وده كلام ذاته كلام عجيب، يجر الشمس وسوى، وده كلام خرافات ساكت. المهم بتلقى في المولد الخنجر، ده كان دكتور في جامعة أم درمان الإسلامية، ودي فوق أي حاجة، الشغلة دي تحت المولد دي بتلقى فوق أي حاجة. الخنجر قال
انه قال نحن قال بعد مرات في السودان المطر ما بينزل قال بنمشي للشيوخ بنقرا ياسين بينزل المطر. طيب يا اخواننا ياسين اللي تقرا عند الشيخ ولا كيف؟ انتوا بتلعبوا علينا ولا شنو؟ القران ده ما واحد اللي بيقراوا في بوركينا فاسو وفي السعوديه وبيقراوا في شيكاغو كل واحد ولا تغير القران؟ قران محفوظ. يقول قال بنقرا ياسين كذاب وبيمشي للشيوخ لانه عنده فيهم عقيده كويس. قال تلقى حواشتين سوا بيناتهم تقنت او ترس يعني مجرى يعني بتاع مويه. قال فيهطل المطر ها هنا وتمنع انت وما بينهما الا السرابه لانك ما دفعت البياض. وشيخ ذاته بخيل يا اخي المطر دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده لو كان صاحب نزل المطر عرفتها وعندهم حاجه اسمهم الفكير قعد قالوا والله يا اخواننا الصوفيه ديل تخش معاهم يعني بتبقى انسان واحد على انسان عرفتها بتبقى بهيمه مره واحده وبيغادي للبهيم عرفتها. قال يجيك وهابي يقول لك ما تسال الله اهابي تسال الله وبرضه ما بدك مطر. شوف العقيده دي. عشان كده الصوفيه دي كانت سبب من اسباب نشاه الشيوعيه لانه زول بيشوف فوق الشيخ الناس دايرين يدي الولد الشيخ دايرين يدي الولد وممكن تلقى الشيخ ذاته ما عنده ولد زي الجيلي بتاع طابت ده المات قبل فتره وذاته ما عنده ولد يقول له يا ابوي الشيخ اديني ولد وهو ما عنده ولد عرفته. تلقى الشيخ يقول له يا اخي نحن دايرين منك تنزل لنا المطر. واحد من اخواننا والله مشى بجاي انت مارق من الجبل محله بالشارع الجنوبي ده كويس خش عمل نصيحه في مسجد اخونا نبيل لقى مسجد عمل فيه نصيحه بعد ما انتهى الشيخ بتاع الحله قال له والله يا ولدي ما قصرت حلت لنا مشكله كبيره. المشكله شنو؟ قال لي قال لنا ناس الحله هنا جمعوا قروش للفكيه عشان ينزل لهم مطر لانهم ناس بيزرعوا. قام 40 يوم المطر ما نزل جو راجعين للفكيه قالوا له والحاصل شنو؟ قال لهم والله ماسك الفكيه بتاع الحله الثانيه عرفتها وشكله دورت. قال اسي انت وريتنا انه المطر ده عند الله فدي مشاكل طويله مشاكل طويله. ناس يقول لكم الناس طلعوا القمر في ناس بيشربوا مويه الوضوء تبليد يا شيوعي ولا شنو؟ في ناس بيشربوا المويه بتاعت الوضوء حق الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك الذنوب بينزل مع الوضوء يعني المساكين ديل دايرين بركه وهم بيشربوا في شنو؟ في الذنوب. دي مشكله كبيره ذات. فيا اخواننا عشان كده في مساله مهمه يا اخواننا الناس لابد يعرفوها. المثقفاتيه اللي بيسموه مثقفاتيه بتاعنا السودان الدين اللي جوه ده ما الدين الاسلامي ده الدين الصوفي. عشان كده لما تيجي تحارب الصوفيه بالاسلام ده بيكون خلط لانه الاسلام جعل العباد مكرمين وعبدهم لله سبحانه وتعالى. اما التصوف دارك انسان بدون عقل تكون بهيمه وتبع للشيخ داير تعرس تمشي للشيخ داير تقرا تمشي للشيخ داير تنجح. انت ما شو سمعتها قبل ايام في جامعه بخت الرضا ولا شنو ما بعرفها هنا طالبه مشت للفكي عشان يعزم لها في القلم وهو الصاين والكوساين ده مش لو جابوا لو عزم لك لو الفكي زرعوا في الورقه ما بيقدر يحلها عرفتها الصاين والكوتش عرفتها والسكتان دي ما بيقدر على الفكي عرفتها. فقامت قال مشت للفكي والفكي بقى الصوفيه بتاع ناس ديل بقى عندهم وسائل حديثه ده فكي عامل ابديت عرفتها. قام جاب له مخدر معاه خدر البيت قام زنى بها شغله دورت وهي مسكينه قايله ده دين. ويتخيل اسي انا عليك الله انا لو جابوا لي البيت دي صح مظلومه انا الفكي ده ما بخلي والله لو انا عندي سلطه برجمه طوالي لو هو محصن وبجلده قدام الناس لو هو ما محصن لكن البيت دي انا ما بخليها تقرا لانه اخواننا زول بدل ما يقعد يقرا يمشي لزول يعزم له في القلم عشان ينجح معناه ده متوكل على العزيمه دي صح؟ ده ما بيقرا يقول لك يا زول هاي والله الشيخ ده بيعزم لكم يا اخواننا ده شنو ده فاهم شنو؟ البلد تتقدم كيف يا شيوعي؟ يا شيوعي شوف افهم كلامي ده لابد تحاربوا التصوف ده وبعد ذاك نجي نحن نحاربكم والموضوع انتهى سوداني مش لقدام عرفته؟ لكن بطريقتنا دي ما بنا مش لقدام يا اخي شوف الفساد في الموالد ده فساد عجيب فساد في العقائد اديك من كلام البرعي ده ده مدي انه خمسه دكتوره فخريه من جامعات سودانيه عرفتها؟ طيب قال حفظ القران الكريم ودرس علوم الشريعه على يد والدي يعني ده متعمد
قرأ القرآن يعني ما زول جاهل. طيب لو عشرات الدواوين في مدح رسول الله ورجال التصوف. قال منح الدكتوراه الفخرية من جامعة أم درمان الإسلامية والجزيرة والنيلين وكردفان ووسام العلم والآداب والفنون، ومنحه الرئيس المصري نوط الامتياز، ومنحه الرئيس الليبي بردة المديح النبوي. ده منو الغزافي؟ عرفتها عشان تعرف ذاته مديح مسطول ذاته. طيب وكلام إلى آخر. طيب نجي نديك نماذج، نماذج من الكلام في مدح أحمد الطيب البشير، الصفحة 127 وكله كلام فارغ ساكت، وما في النهاية ما مدح للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أين قول حسان بن ثابت يعني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. أين هذا من أوك أكيكا في كيكي وأوس أسيسا في سيسي، والغم بالجيك من بلاد بلجيك، لبنان ومصر ومراكش ديك، أوك وأكيك وأوس وأسيك. يا أخي أنا داري لي فرشة ذاته عشان أقول الكلام ده. هو الساكت، هو الساكت، وين الكلام ده من مدح النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب قال عن الطيب الغوث المبارك منهجي، أحمد الطيب البشير المدفون هناك، قال: ومشورتي في الناس أن يتطيبوا. مش معناها تشيل تتريح، يتطيبوا يعني تبقى سماني. قال ليحيوا به بعد الممات ويرتعوا بروضته ذات البهاء ويجتبوا، إمام له بالله عز ومفخر ومجد وتأييد وجاه ومنصب، إذا اتصلت كف المريد بكفه على بيعة الرضوان في الحال يجذب. أهانا شو بيعة الرضوان دي بيحصل بها شنو؟ قال إذا اتصلت كف المريد بكفه، يعني خشيت في طريقته، على بيعة الرضوان في الحال يجذب. أها وينظر في أم الكتاب، أنت كنت درويش ساي وجاء في كتاب والطبقات والضيف الله إن واحد من الفقراء ديل قال كان بابا كولا، كتاب طبقات والضيف الله مكتوب باللغة السودانية، قال والبابا كول هو الذي يجلب المال المراسة، تعين المريسة يعني، معلش هنا قد يكون في شهادة عربية لابد نترجم، عرفتها؟ فدل بيجيب الموية اللي بتعين المريسة. قال يوم لقى الفقراء قال ماشيين في الشارع، قالوا له يا أخي نحن عطشانين أدينا موية، قال سقوهم. فقام الشيخ دعا له، أسمعوا الدعوة، قال له مليت الفقراء موية الله يملاك دين. أسألك الله ده سب دين ولا دي دعوة دي أسأل، عرفت؟ فكلام فارغ ساكت. طيب قال وينظروا في أم الكتاب، قال الشيخ بعين فوق في أم الكتاب، وطيب تعال له كيف إذا كان اسم اللوحة المحفوظة الشيخ بعين؟ قال ويهتدي برؤيته من كان للمال ينهب. انتوا نازل ما شايفين الجماعه ولا شنو المهم كذا خلينا نواصل. ها طيب قال ومن زاره لله ثم احبه بصدق له تاج الولايه يوهب، يموت على حسن الختام. طيب ليه ما يبقوا سمانيه؟ يا سلام، معناه في الجامعه هنا تجي تحت كله، انت وانا من حقنا نفرح نطير زي الفراش، تلقانا صاقعت خمنا لا انت يلقوك لا انا، وحبيتك كرهتك لانك وهم وكذا، وتحت الشغله كلها. بعد ذاك تبقى طيبي وسماني طوالي شنو؟ قال يموت على حسن الختام. قال سعيدا وذو الانكار في الحال يعطبه، لغايه ما قال وقد تفل المختار في احمد الطيب في فيه تفله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بصق في فم أحمد الطيب، وطبعا إحنا لو لقينا بصاق النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطه وشعره لتبركنا به، لأنه ده بجوز التبرك به، لكن خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات. قال وقد تفل المختار في فيه تفلة، عشان الشيخ لو بزغ لك تقول يا سلام ده مستمد من النبي صلى الله عليه وسلم، ومجرم سايد أبكر عنده تيبي وأمراض الطفولة الستة، تقول لي زوز زي ده. قال فنال بها علما عن الغير يحجب، ولم يحتجب عنه الرسول لأنه إلى ذاته من كمل القوم أقرب. قال هو ذاته ما احتجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الشيخ ده أكمل من الختمية وأكمل من التجانية وأكمل من القادرية، ما شغل بتاع سوق، لابد أنت يكون عندك يعني ترويج تمام لبضاعتك. قال لغاية ما قال ألم ترى أن الله أيده بما يقوم مقام المعجزات يناسبه. أنا ما أعرف اللي بيقوم مقام المعجزات شنو؟ شنو إحنا اللي بنعرفه؟ ربنا برسل الرسل بيدعو قومهم
بأيدهم بالمعجزات، القوم ما استجابوا ربنا بيهلكهم. أهاي لا لا لا. الشيخ ده جاي بالعذاب والهلاك ولا جاي بشنو؟ قال كإحيائه ميتا بيحيي الأموات، وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. والاثنين كتب موجودات في الكتب. أحيا الميت، قال أحمد الطيب لما مشى سنار الجماعة دارين يخشوا سمانية وفي واحدين واقفين، قاموا قال له يا شيخ نحن والله دارين نخش معاك في السمانية لكن متوقفين. أها كيف؟ قال لهم دارين كرامة يعني هاي؟ قال لهم اختاروا، نحي لكم ميت، ننزل لكم مطر، ندي واحد منكم جنة، دارين شنو عشان تختنعوا؟ شوف الكلام ده كيف يتخيل. قالوا له وحي لنا ميت، كتاب زهير الرياض. قال فمشى بهم إلى قبر هناك في المقابر في سنار، قام قال لهم اختاروا قبر عشان ما تقولوا أنا متفق معاه ودخلت له خرطوش عشان يتنفس به وكذا، الشغلة دي تكون عارفينها أنتوا اختاروا أنتوا. قال فاختاروا قبرا، قال وكان رجلا فقال له قم، عشان ما يقولوا عين لأنه الشيخ بيغض البصر، قال لك وأنا جايك للموضوع ده، يغض بصر بتعمين. المهم قال فقال له قم، قال فقام الرجل من قبره فقال القيامة قامت؟ قالوا لا. أرجع، رجعوا تحت يا أخ، مالك مع الزول يا أخ، كذب. وربنا سبحانه وتعالى قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، أي لا يحيي ويميت إلا الله، وكما قال إبراهيم عليه السلام والذي هو يميتني ثم يحيين. العلماء قالوا إذا جاء الضمير الظاهر في الجملة فيدل على الحصر والاختصاص، أي لا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى. قال والبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. الشيخ جاء واحد عنده 7 بنات، قال له داير ولد ذكر، قال له ننفخ لك في بطن مرتك وبعد ذاك يجيها حمل إلى آخر 9 شهور والولد وكذا وكبر وما كبر إلى آخر. قالوا له ده موضوع طويل، لكن نحن شنو؟ نحن قال له مش عندك بنات؟ هيجيب لي واحدة، قال لي بعد صلاة الصبح يوم الجمعة. قام قال جابوها للشيخ، فهمت؟ فقال الشيخ مر يده عليها، مش قبل قال ولي بس قال مر يده عليها من فوق لتحت براو كتب كده. قال فانقلب الذكر من حينه. أسي أشيوين رأيكم شنو؟ أسي ده ما اضطهاد لحقوق المرأة؟ وهنا ديك بتاع الطوق ديك، فهمت؟ وكلام فارغ ساكت، لا دين نافعين لا دين نافعين. ودي أخواننا عقائد أبو جهل ذاته ما بيعتقدها ولا أبو لهب، فنحن في محلات بعيدة. والله كون ربنا خلى عندنا النفس ده، والله دي رحمة كبيرة. والله نحن قاعدين ناكل ونشرب ونقدر نمش وفي علاج وكذا، دي رحمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى. فالمولد يا أخواننا فيه باطل كثير ومكان بتاع شهوات فاسد. عشان كده قبل أيام أو قبل سنين مولد بحري انقطعت فيه الكهرباء 4 أو 3 دقائق، أكثر من حالتين بتاعت اغتصاب. وإذا بدأ الفساد بالعقائد تاني ما تزعل عن فساد تاني. عشان كده الأنبياء كانوا أول حاجة بيبدوها الكلام في العقيدة والتوحيد، لأنه زول إذا انصلح إيمانه بيخاف من ربنا وبيبعد من الباطل. عشان كده يوسف لما امرأة العزيز راودته قال معاذ الله، احتمى بالله والتجأ له، وده التوحيد.